ده مقاصير رمسيس الثاني. رمسيس الثاني له العديد والعديد من المقاصير، في على الاقل اربع معابد او اربع مقاصير عملها غير المقصوره عندنا المقصوره الحفريه ومقصوره السله الغربيه اللي ورانا في جهه الغرب، وديا اللي ابتدى قدمها. هنلاقي بتاح واقف داخل مقصورته على قاعده شبه علامه الماك، وبيفوقه بقايا كتابه بتقول انه بتح نفر حر، بتاح جميل الوجه، وبعد كده هو الجزء بتاع حر متكسر، وبقايا علامة البر وكلمة ور واخرها مخصص البر، هي مقصود بها الست ورد، ان هو سيد الست ورد، سيد العشر عظيم. والست ورد دي احدى صلات معبد بتاح اللي كان بيتم فيها تتويج الملك واقامة الاعياد اليوبيلية. واحنا عارفين ان رمسيس الثاني اقام العديد من الاعياد اليوبيلية، تقريبا على حسب ما اتذكر 16 عيد يوبيلي، كلهم تم اقامتهم من منف، لانه كان اللي بيعلن هذا العيد هو كبير كهنة منف في الفترة دي، اللي هو ابن الكاهن سنخعي المواسط، وكان بينشرها الى بقية البلدان مع الوزير او احد الوزراء، مرة الوزير خاي ومرة الوزير نفرنتك على حسب السنة اللي كان موجود فيها الوزير. فكانت المعبد هو اللي بيعلن منه الاحتفال على جميع البلدان وتتم فيه المراسم الرسميه. فكان رمسيس الثاني بيجي ويتم احتفاله بالعيد التتويج اليوبيلي او الحب سد في هذه المقصوره تحديدا. وهنلاقي ان هو الجزء الاول هنا فيه اسم المعبد اللي هو رع مسو مري امون ثمن هبو برب بتاح، يعني رمسيس مثبت القوانين في معبد بتاح مثلع، ده الاسم الكامل للمقصورة دي. ثم واضح انه الملك بيقدم اناءين من البخور، وبيقول ايرت نثرت اي عمل تقديم البخور، ان ايت اف الى والده دي عن ليعطى الحياة او ليهب الحياة. المقصوره اللي في الشرق دي امامنا اللي احنا هنشوف عليها بقايا المنظر للرب سخمت والمعبود بتاعها، هي مقصوره سيتي الاول والد رمسيس الثاني. بس احنا دلوقتي في الاول هنوصل للصاله الغربيه لرمسيس الثاني في جهه الغرب منا، اللي هي قدس الاقداس اللي احنا شفناه من اعلى في بدايه الرحله، ثم بعد كده نرجع لسيتي الاول، ومنها ننقل على المعبد الشرقي لبتاح، وبعد كده نروح كوم الفخري او المتحف على حسب ما هنشوف. عزبة الجبري. ايوه عزبة الجبري يا المتحف، هنشوف هنروح فين مين في الاول. في جنب المتحف معبد